صباح الخير حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله حبايبي اليوم الكل بخير. حبايبي احييكم من قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل. ان شاء الله اليوم حبايبي راح نسوي وصفة لتطويل وتفخيم وملء الفراغات اللي بالشعر. انا حبايبي صراحة بحب دائما بعمل بين فترة وفترة اشي بيعزز فروة الشعر، بيغذيها، بيجعل فروة الشعر بتقوى، بتطلع شو نقول، تنبت شعر جديد ان شاء الله حبايبي. بس مو للاصل، لا مو للي صلع وراثي، لا زين، بس اللي عنده شو نقول شعر كتير خفيف، حتى للرجال كثير منيحة هاي الوصفة، حتى للرجال اللي عنده شعر يعني شعره كلش خفيف وواقع وكأنه أصلع، بس عنده شعر هيك كثير خفيف يعني يدوب هيك مثل الوبر، يعني هيك يدوب باين زين. هذا إذا استعملتي هذه الوصفة بالسبوع ولو مرة واحدة. أنا كمان بعد هاي الوصفة مباشرة في وصفة لازم تستعملها، يعني حنستعمل هذه وبعد وصفة تانية، يعني وصفتين تكون بالأسبوع مرتين، مرة هذه ومرة تانية الوصفة اللي راح أطلعها زين. طريقة كلش حلوة وكتير سهلة وكتير بسيطة، وبنفس الوقت على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية راح أطلع غسول للشعر وانتي بالحمام، ما راح ياخذ منك وقت، كثير حلو. بعد ما تغسلين بالشامبو وبعد ما تغسلين بالمكيف او بالكريم زين، بتحطيه وبس تغسلين تخضين شعرك بعدين بالمي، كثير حلو حبايبي. تقدرون هذا حتى تستعملوه للاطفال، حتى للاطفال كثير حلو، هيك بيجعل الشعر انسيابي، يعني اللي شعر الهش العكش هذه بيعطيه شلون نقول، بيعطيه انسيابي، يعني بيصير انسيابي، يعطيه رونقه وهيك لون، يبين اللون تبعك، ان كان لونك اصفر بيطلع هيك براق والأسود يطلع فيه هيك لمعة كتير حلوة. المهم حبايبي أتمنى من عندكم إنكم إنه هذا الفيديو ينال رضا الجميع، وحابة حبايبي زي ما بحكي لكم لازم كل أسبوع تعملوا، بالذات للخوات اللي عندهم مشاكل بالحديد، بالغدة الدرقية، مشاكل تساقط الشعر، بيتنفع هاي الوصفة للشعر الأسود، شعر البني، شعر الأشقر، تنفع الرجال، تنفع يعني النساء، تنفع من عمر على فكرة، يعني شلون نقول هي ما راح تأثر على الأطفال، بس أنا دائما أبتعد عن الأطفال صراحة. تنفع من العمر 15 وفوق، أنا تحت هالعمر أفضل يعني بس البيض لحاله، لأني أنا تاخذين بيضة كاملة طيب، وبدون اي شيء اذا ما بدك تضيفي له. اذا كان شعر بنتك يعني شلون نقول عكش هيك جامع مع بعضه غير انسيابي، تاخذين بيضه كامله، طيب بيضه كامله كل شيء تخلين معها، بيضه كامله وتحطي معها زيت زيتون، واذا عندك زبده الشيا، ما عندك زبده الشيا بس زيت زيتون، اذا عندك ملعقه يوغوت اللي هي اللبن وحطيها على شعرها وبعدين غسليه هي، لا تطولي على شعرها مو اكثر من نصف ساعه، بس لازم تلبسيها هيك قبعه براسها، هذا عشان شعرها يصير ناعم وهش. سبق وطلعت لكم انا بذره الكتان، جل بذور الكتان للاطفال كتير حلو، كتير حلو، يعني حتى لو الاطفال ما بيحبوا البيض لان البيض شويه زنخ زين في رائحة، الأطفال ما راح يقدروا شان نقول يعتنوا بحالهم مثلنا، إحنا نقدر نسيطر على حالنا، فهم الأفضل بذرة الكتان تحطيها على شعرهم مع إضافة خاصة الأطفال، تضيفي له زيت الخروع، كتير حلو زيت الخروع للشعر مع زيت الزيتون، وتخلطيه مع بعض وحطيه على شعرها واضفريه إذا حابة، ما حابة تضفريه تقدرين تخليه مفتوح، بس يا ريت ولو ربع ساعة بالماء هيك منشفة مبللة وبمية سخنة وتلفين شعرها فيه، أو قبعة بلاستيك كمان كتير حلوة. أتمنى حبايبي أنه وصلتكم المعلومة. هسه رح نرجع الفيديو تبعتنا، أنا هون كل واحدة على حسب طول شعرها، أخذت صفار بيضتين صفار
بيضتين اخذت كل واحد على طول شعره. طيب راح اخذ كمان حبايبي اخذت قطعه زنجبيل. الزنجبيل هسه وقته وكثير حلو، يعني تقريبا هالقد قطعه الزنجبيل اخذتها، يعني تقريبا هي قدامكم اكيد هيك قطعه الزنجبيل. وشو سويت انا هيك زي ما انتم شايفين قاعد بقطعها، زين اسويها هيك حلقات صغيره عشان بقدر احطها بالخلاط بخلطها زي ما انتم شايفين انا هيك. طبعا هاي الوصفه صدقوني اذا ضليتوا عليها ما خسرانين شيء، 3 اشهر راح تعطيكي 100% مفقول، بس انا بالنسبه لي راح استعملها لمده 6 اشهر عشان احصل على شعر للصيف الجاي، شعر كثيف وطويل وتخين بنفس الوقت ولامع وبدون اي مشاكل. تنفع له للغده لان انا كمان عندي غده، مو معناتها ما بتنفع له الشعر الخوات المال، بس انا قصدي لان كثير يعانوا اهل الغده من تساقط الشعر من الدواء تبعت الغده. صراحه دائما حبايبي اللي عندكم غده حاولوا اشربوا ليمون، يعني تعملي لي لتر من الليمون. احاول اورجيك اياه لان انا حاطته جنبي. انا يعني اول ما صحيت الصبح هيو هاي العلبه تبعتي بعصر فيها ليمونه، طيب او ليمونتين حسب كبر الليمونه اللي عندك، وعبي لتر كامل طلعوه من المي. بشربه على دفعات، يعني على دفعات اول ما اصحى اشرب الدواء تبعتي. اهل الغده حبايبي يشربوا الدواء تبعتهم، نصيحه من تجين تشربيه من الصبح لازم بوقت محدد دائما، طيب وبنفس الوقت ما بتشربي ما بتاكلي ولا تشربي وتكون على صيام، يعني تكونين نايمه وصاحيه وشاربه. بعديها بنص ساعه يلا تبدين تاكلي بالذات الاجبان والحليب وهيك شغلات. ترجعي حبايبي يا ريت تكوني يوميا لتر مي مع ليمون، ليمونه او ليمونتين زي حجم يعني زي ما تكوني انت حجم الليمونه تبعتك. هسه نرجع على تبعتي وهنا صفار بيضتين، اخذ الزنجبيل وهيكم زي ما انتم شايفين الزنجبيل حطيته انا هون وراح اخلطه بالخلاط. طيب بحاله ما انا متاكده راح احتاج شويه مي لان بالخلاط راح يكون شويه جامد. طيب بحاله هسه انا شويه اضيف له مي بس عشان اقدر احركه كويس. طلعوا هو صار بس هيك ما راح يطلع لنا مي زي ما انا بشوف. طلع هو هاي الميه زين نتفه راح احط له مي. طلعوا يعني تقريبا خلوا اورجيكم بالملعقه، هاي ملعقه واحده مي مو اكثر حبايبي مو اكثر، لان احنا حابين الزنجبيل يكون هون كثير قوي، يعني حابته يكون كثير مركز ما حبته يكون غير مركز. زي ما انتم شايفين حبايبي حاولوا هيك كله مع بعض. انا هسه اخذت خلطته ان شاء الله. طبعا لازم نحصل على كميه يعني كويسه، ساورجيكم احاول اسويها لحالها عشان نشوف قديش احتاجينا. الى تسووا قد القطعه اللي سويت لكم اياها زين، واكيد راح يطلع لكم ماء منيح يعني كميه كويسه من ماء الزنجبيل. انا احاول اسوي لكم اياها في الحال عشان نشوف قديش حصلنا. الزنجبيل طبعا الكل تعرف ما يعني ما في داعي احكي لكم عنه، اكيد الكل تعرف قديش قوي هو صراحة للشعر. الزنجبيل اللي ما بتحب تحط الثومة على شعرها
طيب الزنجبيل كثير قوي مثل الثومه بالضبط واكثر يمكن، يعني صراحه الثومه انا كثير احبها للشعر، بس ريحتها هي المشكله. كثير من الخوات يعني احنا كنا متزوجات شويه، يعني لازم بيوم تحطين ثومه تضحكين على زوجك وتحطي له ثومه عشان هيك تكونوا متعادلين. طيب لانك حتحطي انت ثومه وهو لا حتكون مشكله عندك. شوفوا يعني ما شاء الله طلعت عندي شلون نقول المي اكثر من ما انا كنت اتوقع. طلعوه مي طلع كتير عندي، يعني حورجيكم قديش تقريبا. هسه راح نجيب البيض وشوفوا، هذه ملعقة وهذه ملعقتين وهذه ثلاث وهذه تقريبا اربع معالق طلع من ماء الزنجبيل. طيب اربع معالق من ماء الزنجبيل، وراح شو بنعمل نخلطه كله مع بعض، كله يخلط هيك مع بعض. طيب بحيث عشان بعديها حبايبي هذا تخليه انا ليه تخليه يعني تقريبا مو اكثر من ساعتين، هيك كثير كويس. حتى لو خليتيه ساعه ونص، واذا خليتيه اكثر ما راح ياثر على فكره. بالنسبه حبايبي انا بفضل اللي شعرها غير دهني زين، شعرها بيكون شلون نقول نافش هيك يعني عكش غير انسيابي، بفضل تحطين زبدة الشيا قبل ما تحطيه بتدهني شعرك بقليل من زبدة الشيا. انا هاي شو اسمه الافوكادو، زبدة الافوكادو هاي احنا سويناها، شايفيه احنا سويناها بايدنا زبدة الافوكادو. انا راح احط هيها بس اورجيكم اياها عشان شاهدوها، هاي زبدة الافوكادو اللي انا وانتو سويناها بحالة انا بعرف اهلي اهل بلدي صعب عليهم الافوكادو. طيب مو مشكلة، هي مو ضرورية على فكرة، بس انا لاني احب استعمل المواد اللي اعملها اول باول، يعني ما احب اخليها واسيبها، فعشان هيك اليوم حطيت الافوكادو. انتو تقدرون زبدة الشيا، ما في زبدة الشيا تقدرون زيت الزيتون، ما في زيت الزيتون تقدروا اي زيت انت حابته حتى لو قليل من زيت الخروع. هذه بالنسبه للشعر اللي فيه الجاف، اما الشعر الدهني ما في داعي تحطين اي زيت، هو هيك وتحطين. صدقوني خواتي ودي تخليه طيب، راح تحسين الفرق بعد فتره، مو يعني باول شهر راح تحسين شعرك اذا في تساقط توقف. ثاني شعر العفو ثاني شعر ثاني شعر راح تحسين انه في شعر جديد بلش يطلع في شعرك، خاصة اذا كنت بسن صغير، يعني بسن صغير مو بالنسبة للخمسينات وفوق. حبايبي اذا كان عندكم شعر خفيف ضعيف يعني غير كثيف زين، بس هيك شعر ناعم راح يقوي هاي البصيلات تبعت الشعر، لانه هو اصلا بياض البيض كثير، الصفار البيض كثير كويس للشعر. اما الزنجبيل فهو للصلع، يعني للصلع اللي شلون نقول الغير وراثي، يعني الصلع الغير وراثي اللي نبتت. انا كيف انا بدي اوصف لكم الشعر، الشعر نقول نخلة هيك زرعتي، يعني الحمد لله في عندي الشغلة، يعني نقول مثلا هذه طلعوا هذه هاي الجذور زين. نقول مثلا حبايبي احنا هسه لو جينا قطعنا هذه من هون، هسه انا عشانكم راح اقطعها مو مشكلة. طلعوا هاي شلون مجذر، رجع هذا مو مشكلة، طلعوا شلون مجذرة، هذه هيك شعرنا، هذا شعرنا، هاي جذور جوا طيب، وهذا الشعر هون فوق. لو نقول الشعر هيك هذا كله تساقط، ظل عندنا شو هذا تحت الجلد، تحت الجلد من راح تغذيه بهيك شغلات راح يبدي شلون يقول ينبت من اول وجديد. بس انت اذا من هذه نزلت ونزلت وماتت معاها الجذور، ماتت معاها الجذور، ايش قد ما راح تسقيها بالمي زين او باي فيتامين ما راح تطلع. يعني انت قاعده شلون نقول ارض جرداء وتذبي فيها مي ما راح تطلع،
زين، بس اذا كانت نبته وقلنا شعره وهيك وقعت وبقى بس هذا راح يطلع هيك. انا بس حبيت اورجيكم شو هو الشعر. الشعر الصراحه زي النبته، زي النبته يعني. انتوا حاولوا اسقوها، حاولوا بتسقوها شو بالفيتامينات. حاولوا دائما حبايبي انكم تغذوا شعركم، دائما غذوا شعركم بشغلات انتوا شلون نقول تستفادون من عندها. هذه اليوم هي الوصفة تبعتي. طيب كيف طريقة الاستعمال يا يوسف؟ انت ما شرحتي لنا وحكيتي كثير وما شرحتي لنا عن طريقة الاستعمال. حبايبي رح تاخذوه كله وتحطوه على فروة الشعر بالذات وتفركيه على فروة الشعر، وبعدين تخليه على طول شعرك. طيب وتلفيه شعرك على شكل هيك كبة، احنا العراقيين بنسميها كبة زين او كعكة زين بالاردني كعكة او كبة هيك، تلفيه وتلبسيه كيس نايلون زين وتسيبيه. ما عندي كيس نايلون مش مشكلة، بشكير هيك. طيب بلليه بالمي ومي هيك مي دافي ولفي شعرك فيه، سيبيكي هيك تقريبا ساعة ونص ساعتين غسلي شعرك. بالاسبوع تقدرين تسويه مرتين، او تستنيني على الوصفة الثانية اللي انا راح اعملها، وصفتين راح استعملها منها 6 شهور، وان شاء الله نحكي لبعض كيف راح يكون شعرنا. يا ريت تروحوا على قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية، راح تكون مكملة لهاي الوصفة. وانت بالحمام راح اكمل لك هاي الوصفة كيف راح تسويها. انا ما عشان اخذكم على قناتي الثانية لا، بس اللي حابه تستعمل الوصفة الثانية تقدر تروح، مو ضرورية، مو ضرورية ابدا عشان اكون صادقة معاكم، بس اللي حابه. انا بحب استعمل دائما بعد الحمام هاي الشغلات اللي تعرفوني، كليل الجبل، ورق الغار، مرمية، بس اليوم شيء مختلف. هيك حبايبي انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. ومع السلامة.